بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي قناة تيسير. مرحبا بكم في عرض جديد. اليوم كنتواجدوا في مدينة مكناس، بالضبط حي كاميليا، حي زوين عليه إقبال كبير بالنسبة للزبناء في اقتناء الشقق، حي هادئ وكل المرافق العمومية كاينة فيه. فمتابعينا الكرام، اليوم هذا العرض ديال هاد الشقق الرائعة اللي كتواجد في منزل اير بليس دو، فيه واجهتين، عندي شوكة في جوج واجهات، المساحة ديالهم 126 متر مربع، يعني مساحات كبيرة ما شاء الله. وكتسكن بوحدك في الطابق الأول، يعني أنت بوحدك في الطابق الأول والطابق الثاني فيه شقة والطابق الأول فيه شقة والتحت كوميرسيال. إذا كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، الجودة ولا فينيسيون رائعة جدا في هذه الشقة الرائعة. هذه لا كويزين ديالها مجهزة ب يعني كما كتشاهدوا بهذا البالكون، فيها حتى البالكون ديالها مشمشة مهوية، بويسكو انها يعني شقة ذات واجهتين في منزل اير بليس دو فقط، يعني انت وجارك فقط، يعني الناس اللي كيقلبوا الهدوء والسكينة والكالم، فانت بوحدك في الطابق الاول. هذه لا كويزين كما كتشاهدوا ما شاء الله، هذاك الشيء صراحة راه الصورة خير معبرة عن الوصف. ف يعني ما نحتاجوش نديرو شي تعليق على هذا الفيديو، فما شاء الله كتشاهدوا لا فينيسيون كي دايره. فكاين دو ديال جوج ديال الصالونات، وكاين ثلاثه ديال البيوت، جوج البيوت كلهم فيهم البلاكار، وكاين بيت ديال الابوين فيه الحمام ديالو، وكاين بيت اللي ما فيهش بلاكار، يعني 3 شومبر دو صالون، وكاين لا كويزين. يعني ما شاء الله في منزل اير بريز دو فقط تجاري، يعني تسكن بوحدك في الطابق الاول، الطابق الاول بوحدك، واللي بغى يسكن في الطابق الثاني بوحدو. كما كتشاهدوا لا فينيسيون ممتازه جدا، هذه الشومبرا اللي فيها البلاكار كما كتشاهدوا. فكما قلنا لا يحتاج هذا الفيديو الى اي تعليق. فالمساحه 126 متر مربع، وبالنسبه للموقع ديالها حي كاميليا، حي رائع وممتاز، وعليه كما قلنا سابقا عليه اقبال كبير كبير جدا بالنسبه للزبناء اللي كيبغيو يشريو شقق في هذا الحي، حي كاميليا اللي قريب جميع المرافق الضروريه. فنخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للثمن، الثمن ديال هذا الشقق 65 مليون، قابل للتفاوض مع المشترين الجادين. فمرحبا بكم، زوروا اولا باش تشوفوا هاد الجوده ديال هاد لافينيسيون، وتشوفوا الموقع الرائع ديال هاد الشقق الفسيحه جدا. ومرحبا بكم متابعينا الكرام على قناه سيسي. الرقم ديالنا المعتمد دائما هو 0676 98 84. اعيد 0676 98 84، تواصلوا معنا عبر الواتساب او عبر الهاتف. ومرحبا بكم متابعينا الكرام.